جميل. هل يجوز للمسلم أن يصوم في مولد النبي؟ يجوز، بل استحب العلماء صيام يوم الاثنين والخميس لأسباب عديدة، منها أن هذا يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نلحظ بين المسلمين من يصوم الاثنين والخميس، وبعضهم يصوم الاثنين لا يستطيع أن يصوم الخميس، يعني يصوم يوما في الأسبوع، وهذا من أثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباعه عليه الصلاة والسلام بما بدأ به. فلذلك الصوم في يوم مولده جائز، من كان يريد أن يشكر الله تعالى ويعظم هذا اليوم بالصوم فليصوم. جميل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ولكن ما سر وراء تسمية عام الفيل بعام الفيل؟ عام الفيل، الفيل معروف الحيوان العظيم الجثة عظيم الحجم، لعله من بين الحيوانات البرية هو أكبر الحيوانات حجما من الحيوانات البرية، من غير أن نتكلم عن البحري. فذلك العام كان الملك أبرهة الموكل من قبل ملك الحبشة الذي كان رئيسا أو ملكا على اليمن، واليمن في ذلك الوقت كانت تحت الحبشة، يعني ملوك الحبشة كانوا سيطروا على اليمن على تلك الضواحي كذلك. وكان أبرهة الذي هو من قبل ملك الحبشة أراد أن يغزو الكعبة، ومراده أن يدخل إلى مكة ويهدم الكعبة ويرجع، وجاء معه يعني جيش كثير، وكان في أمام الجيش الفيل، يعني الفيل معروف حجمه، كان معه فيل كبير هو الذي يكون في الأمام يقود الجيش. فجاء هذا الجيش ونزلوا قرب مكة، وكانوا أخذوا بعض جيوشه أو جنوده أخذوا إبلا كانت هناك، وكانت هذه الإبل لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد المطلب لما عرف أنه جاء جيش ليهدم الكعبة أخبر الناس أن يخرجوا من مكة، وكان مسموعا معروفا، اتركوا مكة واخرجوا، ولأنه سيأتي بلاء عظيم وأنتم لا تتحملونه، يعني أبعدوا أنفسكم، وأما حماية الكعبة فربها يحميها. فالناس بدأوا يخرجون من مكة إلى الجبال، فهذا الملك نزل في مكان قرب الكعبة، يعني قرب مكة ولم يدخلها بعد. فلما أخذوا إبل عبد المطلب ذهب عبد المطلب إليهم وكلمهم ورفعوه إلى أبرهة، جاء إليه ولك كان له هيبة عظيمة عبد المطلب، فلما ذهب إليه ورآه أبرهة أعظمه، رجل ذو هيبة، يعني هو في ظاهره نور النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف لا يكون له هيبة وهو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، لأنه منه عبد الله منه والنبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله. المهم لما وصل إليه فعظمه الملك أبرهة فقال له ماذا تريد؟ فقال له أنا جئت لأطلب منك أن يطلق لي الإبل التي أخذت مني، 100 إبل أخذت مني، أريد أن ترد لي، جيوشك أخذت هذه الإبل أطلب أن تردها لي. فقال له أبرهة لما رأيتك عظمت شأنك، لكن الآن يعني ما عدت عندي هكذا كما كنت أولا رأيتك، كنت أظنك تحدثني عن بيتكم الذي تعظمونه، أنت تكلمني عن الإبل.
فقال له عبد المطلب، هذا مما يحكى في قصة هذا الأمر، فقال له: أما البيت فله رب يحميه، أنا أسألك أطلب منك عن الإبل التي أملكها أنا، وأما بيت الله فهو له رب يملكه يحفظه. فبعد هذا الأمر تجهز أبرهة وتوجه إلى الكعبة ليهدمها، يعني كان له شيء أغاظه وكان يريد أن يهدم الكعبة. فلما وجهوا الإبل إلى نحو إلى جهة الكعبة، الإبل يعني لما وجهوا الفيل، هذا الفيل الكبير لما وجهوه إلى جهة الكعبة ما كان يتقدم، وإذا أداروه إلى جهة أخرى يسرع. عندما يوجهوه إلى الكعبة حتى يذهب ويقود الجيش معه ليهدموا، لا يتحرك، لا يتحرك، كأن أقدامه سمرت مسمرة على الأرض، يضربونه 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 لا يتحرك، وهم يريدون هدم الكعبة. وهم على هذه الحال، الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا مذكور في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر هؤلاء الذين جاءوا وفي مقدمة الجيش فيل يريدون أن يهدموا الكعبة، ألم تر ماذا فعل الله بهم، فأرسل عليهم طيرا أبابيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تر ماذا حصل بهم، كيف رد الله سبحانه وتعالى كيدهم. ففي ذلك العام، يعني في تلك الحادثة، يعني ختمت الحادثة بأن أرسل الله تعالى طيورا وهي تحمل، كل طير يحمل معه حصى صغيرة لكن جمرة، كأنها جمرة نار، كل طير يلقي هذه الحصى الصغيرة على جيش من جيوش أبرهة فتنزل على رأسه، وكانت مكتوب عليها اسم من تقع عليه، سبحان الله، لا تخطئه لا تصيب غيره، تقع عليه وتذيبه، يتقطع جسمه جسده ويموت، تلك الحصى التي توقع عليه تقع عليه. فلم يلق منهم إلا من يبلغ الخبر، من يوصل الخبر، حتى هذا بعد أن أوصل الخبر وقعت عليه، كان الطير يتبعه وراءه، ثم ألقى الطير عليه هذه الجمرة فمات، سبحان الله. ففي ذلك العام الذي حمى الله بيته من الجيش الذي في مقدمته الفيل، ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي ذلك العام عام الفيل. بما أننا تكلمنا عن عام الفيل وعن النبي وعن مولده صلى الله عليه وسلم، كيف احتفل به المسلمون في أثيوبيا؟ الاحتفالات في الحبشة لها ميزة وخصوصية، نعم لا شك بعض الأمور تشترك لأنها أمور أساسية في الدين، وكل من يلتزم بدين الإسلام يفعلها. بل بالمثال قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام وقراءة مولده عليه الصلاة والسلام، وهذا مشترك في الحبشة وغيرها. لكن أهل الحبشة يتميزون بطريقة إلقاء هذه المدائح وطريقة التجمع، والأبيات والأنغام التي يقولونها لا شك تختلف من الأنغام التي هي في غير بلاد الحبشة، ولهم طريقتهم في ترداد الصوت وطريقة النطق في الكلام في العبارات في الألفاظ، مع شدة تعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الميزات التي نراها في الحبشة، يعني مثلا المشايخ كعادتهم يجتمعون في الليل، الاحتفالات عادة تبدأ في الليل، لا سيما ليلة المولد عليه الصلاة والسلام، ويستعدون
ليس أن يشارك بعضهم مثلا ساعة ثم يذهب أو نحو ذلك، إنما يفرغون أنفسهم لهذا. وبعد التجمع يبدأون بقراءة ما يتيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يقدم العشاء مثلا يؤكل. أكثر الناس يحب أن يذبح في يوم المولد عليه مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتدرجون شيئا فشيئا في مدائح النبي عليه الصلاة والسلام، مدائح نبوية. عادة يبدأون بما نسميه في الحبشة رامسة، هذه رامسة يعني المراد بها الافتتاح بالبسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للتدرج إلى مدائح النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة ما بقي من الموالد من كتب الموالد، وما يسمى ترامة منظومة. هذه الرامسة فيها ما فيها من العبارات الراقية جدا: بسم الحي الباقي نبتدي وبثنائه نهتدي، من غمش العمى إلى نور الشهود، ومن آلائه نطمع وباب جوده نقرع، عسى يذيقنا من قطرة المدد، وهكذا أبيات جميلة فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه مكانته وشدة يعني وبيان شدة تعلق القلب بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها متجر مكسب تجهر، يعني من يحب أن يكسب خيرا كثيرا فليتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بمدحه وبالصلاة وبالإكثار من الصلاة عليه ونحو ذلك. فبعد ذلك يتدرجون إلى ما نسميه صلي، يعني تكرار، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى قراءة المولد، ثم يتابعون بما يسمى ترى منظومة، يعني المنظومات التي هي معروفة في جهة الشمال شمال الحبشة، عدة مشايخ ألفوا ونظموا بهذه، إلى يبقون إلى الفجر بعد الصلاة، يعني عندما يحين وقت صلاة الفجر تصلى صلاة الفجر جماعة، ثم منهم من يكمل إلى طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فبعد ذلك يصلون الضحى ويرتاحون. وطريقتهم تختلف على حسب ما شاهدت أنا في بعض البلاد، كل بلد له ميزة خصوصية، والحبشة تتميز بالمولد. جميل. بما أننا تكلمنا عن الاحتفالات وعن مولد النبي وكيف يحتفل به الناس في أثيوبيا، ما هو الشيء الذي يميز نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء والرسل؟ أنبياء الله لكل الله تعالى أعطى ميزة. سيدنا نوح من بين الأنبياء الذين كانت أعمارهم طويلة، هو عاش 1000 سنة، يعني عاش 1750 عاما، وكانت أيام الدعوة فقط كانت 950، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذه السنون التي دعا فيها قومه كانت 950 عاما، يعني قبل أن يبدأ بالدعوة. وبعد ذلك بعد الطوفان عاش، مجموع عمره كان أكثر من 1700 سنة. وكذلك لكل ميزة، ميزة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته خاتم الشرائع. هذه ميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكل نبي معجزة، قد تختلف من معجزة إلى معجزة. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام بما أنه خاتم الأنبياء والمرسلين أعطاه الله سبحانه وتعالى درجة عظيمة، أعلى درجات الأنبياء، وهو على قمة هرم الأنبياء، على رأس الأنبياء جميعهم، كل الأنبياء دونه رتبة، جعله الله تعالى خاتم الأنبياء
وجعل شريعته خاتم الشرائع، وأعطاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم المعجزة المستمرة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو أحببنا يعني لو كنا نريد أن نذكر ونسرد ميزات النبي عليه الصلاة والسلام تكون هي كثيرة، لكن من بين ما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أنه لا يأتي بعده نبي، وأن شريعته نسخت كل الشرائع وأما شريعته فلا تنسخ، وأنه في أعلى مراتب الأنبياء لا يوجد فوقه نبي بالرتبة، لا نبي ولا ملك، الله تعالى جعله خير خلقه. جميل. أستاذي، ما هي رسالتك الأخيرة للمشاهدين وللمسلمين في أثيوبيا وباقي العالم؟ رسالتي لمن يشاهدنا إن شاء الله أن نحتفل بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بشرعه عليه الصلاة والسلام وملتزمين بأوامره، مع حب الخير للغير، مع التواسي والتراحم والتعاطف، مع الدعاء لبلدنا الحبيبة عسى يحفظها الله سبحانه وتعالى من الفتن والقلاقل، وأن نكون واعين في أمورنا في تصرفاتنا وفي احتفالاتنا وفي تحركاتنا، وأن نهتم ليس فقط بأنفسنا إنما بغيرنا كذلك ومن حولنا لنكون قدوة حسنة في كل ما نفعله. جميل. أستاذ أبو بكر، نشكرك على إعطائنا هذه المعلومات المهمة ولحضورك واحترام دعوتنا لك، شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خيرا وأنا أشكركم كذلك. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لمتابعتنا، إلى أن نلتقي في برنامج آخر، كونوا في رعاية الله وحفظه.